والله 30 يوم الحمد لله. اللي ما قدرش يصوم ما يضايقش. المرضى اللي انا قلت لهم افطروا ما يضايقوش، هذا تيسير من الله وهو اللي حطه ده. في حاجه تخليك تقلق انك ما تاخدش بالرخصه، تقلق. الرسول عليه الصلاه والسلام كان مسافر من مكه الى المدينه في نهار رمضان، ويقال الجو كان قيس، كان حر جدا، طالع من مكه الى المدينه في رمضان، في نهار رمضان، فجاء عند جذع شجره ووقف على جذع الشجره وشرب كوبايه ميه وفي روايه كوبايه لبن. فطبعا المسلمين كلهم فطروا، كلهم فطروا. سيدنا عمر راح له قال له يا رسول الله فلان وفلان 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 عدلوا خمسه اكملوا الصيام. تخيلوا الرسول قال ايه؟